تسأل عن وضع الدبلة عند الخطوبة حتى يعرف الشاب أو الشابة بأنهما مخطوبان، وكذلك بعد الزواج، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما في يده كدبلة كما سمعت من البعض؟ نرجو الإفادة، جزيتم خيرا. الدبلة لباسها على قسمين، القسم الأول أن يكون مصحوبا بعقيدة، مثل أن يعتقد كل من الزوجين أن بقاء الدبلة في أصبعه سبب لدوام الزوجية بينهما، ومن هنا تجد الرجل يكتب اسم زوجته في الدبلة التي يلبسها، والمرأة تكتب اسم زوجها في الدبلة التي تلبسها، وهذا القسم لا شك أنه حرام ولا يجوز، لأنه نوع من التولة، وهي نوع من الشرك الأصغر، وذلك أن هذا الزوج والزوجة اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب بدون دليل شرعي ولا واقع، وكل من أثبت سببا من الأسباب بدون دليل شرعي ولا واقع حسي فقد فعل شركا أصغر، لأنه جعل ما لم يجعله الله سببا سببا. أما القسم الثاني فأن يلبس الدبلة للإشعار بأنه خاطب أو بأنها مخطوبة أو بأنه قد دخل بزوجته وقد دخل بها زوجها، وهذا عندي محل توقف، لأن بعض أهل العلم قال إن هذه العادة مأخوذة عن النصارى وأن أصلها من شعارهم، ولا شك أن الاحتياط للمرء المسلم البعد عنها والتجنب لها، لئلا يقع في قلبه أنه تابع لهؤلاء النصارى الذين سنوها أولا فيهلك. وأما ما يرسل إلى المخطوبة عند الخطبة من أنواع الحلي فإن هذا لا بأس به، لأنه عبارة عن هدية يقصد بها تحقيق رغبة الزوج لمخطوبته. نعم، بارك الله. التختم الجائز ما هو فضيلة الشيخ؟ نعم، أما مسألة التختم، التختم ليس بسنة مطلوبة بحيث يطلب من كل إنسان أن يتختم، ولكنه إذا احتاج إليه فإن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبسه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الملوك الذين كانوا في عهده لا يقبلون كتابا إلا مختوما اتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يختم به الكتب التي يوصلها إليه، فمن كان محتاجا إلى ذلك كالأمير والقاضي ونحوهما كان اتخاذه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ومن لم يكن محتاجا إلى ذلك فليس بسنة أن يلبسه. طيب، نعم، بارك الله فيكم.